وبدا اليوم الثالث من معركة القادسية، يوم عماس، واليوم الرابع يوم القادسية. وبدأ يوم المسلمين بدفن الشهداء بأمر من سعد بن أبي وقاص. وبدأ القتال بين الجيشين، وظهرت الفيلة مرة أخرى في المعركة بعد أن قام الفرس بتجهيزها. فسأل سعد عن مناطق ضعف الفيلة، وعرف أن مناطق ضعفها هي العينين والجفون. فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن اكفياني الفيل الأبيض والفيل الأجرب. أرسل إلى قبيلة أسد وقال لهما أكفيان الفيل الأجرب، ونجحا في المهمتان، فقتل الفيل الأبيض وأصيب الفيل الأجرب. وكان صياح الفيلة عال جدا، وهرب الفيل الأجرب وقفز في نهر العتيق، وهربت وراءه باقي الفيلة من الأرض، ودهست في طريقها عددا من جنود الفرس. ولما خلت أرض المعركة من الفيلة، انفرد المسلمون بالفرس واقتتلوا قتالا شديدا، واستمر القتال طوال الليل، وكان هذا عكس باقي الأيام. ومن شدة مهارة المسلمين وتفوقهم في القتال في الليل، شبههم الفرس بالأشباح، وانقطعت أخبار الجيشين عن سعد ورستم. وكان سعد متلهفا بمعرفة أخبار المسلمين والحرص على سلامتهم، وظل طوال الليل يصلي ويدعو حتى الصباح. وكانت الجيوش منهمكة من المعركة، فنادى القعقاع في الجيش أن النصر سيكون بعد ساعة. وكان القتال كله في أرض جيش الفرس، والمسلمون أمامهم يضغطون عليهم، والنهر من خلفهم. فقرر القعقاع استغلال الفرصة، ووضع خطة حتى ينهي المعركة، وهي أن يأخذ كتيبة من جيش المسلمين ويخترق بها قلب الجيش الفارسي حتى يصل إلى الرأس الأفعى رستم. وفي نفس الوقت يعزل الميمن والميسر عن قلب الجيش، ويقطع أي اتصال بينهم. وبدأت العملية الاستشهادية بقيادة القعقاع، وانطلق القعقاع ومعه 3000 مقاتل في مواجهة القلب الذي كان عدده يصل إلى 20,000. ومن فضل الله وترتيبه لجنده، كانت صفوف الفرس وراء بعضها، وبدأ الانهيار بشكل تدريجي في جنود الفرس أمام القعقاع وضرب المسلمين. كانت تضغط على الميمن والميسر للفرس لكي يمنعوهم من محاوطة القعقاع في القلب، ولا يتمكنوا من الالتفاف على الجيش. وحين رأى رستم منظر المسلمين وهم يقتربون من خيمته، ركض وألقى بنفسه في النهر. فجاء الهلال بن علقمة ووجده في النهر، فلحق به هلال وضربه على رأسه وقتله، وصرخ صرخته الشهيرة: قتلت رستم ورب الكعبة. ولما رأى القائد خطورة الموقف، أمر من بقي من جيش الفرس بالانسحاب في اتجاه النهر، ولا يعلم أنه بهذا القرار قد وقع في الفخ. فلحق بهم المسلمون بالرماح، وقتلوا منهم الآلاف في النهر. وأرسل سعد بن أبي وقاص بفرقة فاستطاعوا قتله، وانتهت المعركة بعد 4 أيام وثلاث ليال. قدم المسلمون فيها 8,500 شهيد، في حين أن الفرس قد خسروا 40,000 قتيل. وترتب على انتصار المسلمين في القادسية نتائج غيرت مجرى التاريخ والعسكرية في المنطقة، ويفتح أمام الدعوة الإسلامية في العراق، ويكون الانهيار الفعلي للفرس أمام المسلمين والإسلام. ولك أيضا أن تتخيل كم التعب والجهد الذي بذلوه حتى يوصلوا لنا دعوة الإسلام.